السلام عليكم وعليكم ورحمة السلام. الله تعالى وبركاته. فعلا تعيش ولاية سنار في شرق السودان أوضاع إنسانية مزرية وتعدل كارثية منذ أحداث 15 أبريل، وما زال الشعب السوداني يعاني من ويلات الحرب في ولايات مختلفة مثل كردفان و ولاية شمال دارفور ووسط السودان، بالإضافة للخرطوم. توسع دائرة الصراع في كافة الولايات أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مزري جدا، ومعاناة النازحين في معسكرات ومراكز اللواء في ولايات مختلفة أيضا تعد الأسوأ. وهنالك نداءات من منظمات المجتمع المدني للمنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة بالتعجيل في دعم الأوضاع الإنسانية في السودان. أكثر نعم سيد عادل. وهنالك عدد كبير من السودانيين محددين لخطر المجاعة في كردفان ودارفور، بالإضافة لولاية الجزيرة. الحصار المبرم من الجيش وحركات الكفاح على ولاية سنار أيضا أدى إلى غطاء الطرق نعم سيد عادل. نعم نعم الصوت ينقطع بوضوح. الاتصال، تفضل. نعم لذلك الآن هنالك مبادرات إقليمية ودولية لمجابحة الأزمة الإنسانية، ونحن نتوقع المزيد من الضغوطات الدولية لأطراف الصراع حتى يتم فتح ممرات آمنة و سيد عادل، بالحديث عن الضغط نعم على على أطراف الصراع، على طرفي الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع، مدى حساسية الطرفين تجاه هذه المعاناة الإنسانية وتواتر التقارير التي تتحدث عن حجم المخاطر، عن يعني عن الكوارث، عن المسائل المتعلقة بالتغذية وغيرها، مدى حساسية الطرفين لهذه الكوارث المحيطة بالسودانيين، ومدى حجم الضغط على الطرفين؟ نحن في الأشهر المضت تابعنا خروج عشرات المنظمات الأممية من السودان نسبة لتفاقم الصراع داخل المنطقة، وأيضا فاقمة في تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان. الآن السودان يعيش أوضاع إنسانية مزرية، وهنالك خطوات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والدولية بدعم السودان بالمساعدات الإنسانية، وأيضا هنالك أيضا شكوك في المساعدات التي قدمت للنازحين في الأشهر المضت. ووفقا لتقارير المنظمات رصدت ما يقارب 10 مليون طن من الأدوية والغذاء في معسكرات تدريب تتبع لحركات الكفاح والجيش، هي مفترض تكون للنازحين والمدنيين في مناطق الصراعات. أيضا الضغوطات حاليا من المجتمع الدولي على الجيش عموما، لعل الجيش تابعنا في تصريحات كل من قادة الجيش ياسر الأطرة والبرهان يعضدون على استمرارية الحرب وعدم فتح ممرات آمنة. وماذا لذلك عن قوات المجتمع الدعم الدولي السريع سيد بالإضافة عادل؟ قوات الدعم السريع تواصلنا مع قوات الدعم السريع منظمات المجتمع المدني في الأشهر وحتى في الأسبوعين الماضيين، تواصلت مع الدعم السريع بفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات الإنسانية للمقيمين في ولايات مختلفة مثل الفاشر وغربي كردفان وسنار، بالإضافة لولاية الجزيرة. والدعم السريع وافق بتعهدات دولية، والآن هنالك مشاورات تجري في الجنيف بين قوات الدعم السريع والجيش،
ولكن الجيش يرفض إدخال الإغاثة ويرفض السماح ويحتكر الإغاثة السودانية الإغاثة الأممية عن المواطنين الأذن في معسكرات ومراكز اللواء. طيب حجم الاستجابة الإنسانية المتوقعة تجاه تجاه الكوارث يعني الجديدة أو التقارير الجديدة التي تتحدث عن تداعيات أكثر خطورة من السابق على السودانيين، محادثات جنيف غير المباشرة للسلام إلى أي درجة ستؤثر على طرفي الصراع؟ إلى أي درجة ستزيد من حجم الاستجابة الإنسانية؟ إلى أي مدى من الممكن أن تنجح هذه المحادثات سيد عادل؟ نحن في منظمات المجتمع المدني نتوقع المزيد من ضغوطات من المجتمع الدولي، والآن أطراف الصراع تخسر مصادر دخلها بنسبة 75%، والسودان أصبح من الدول المعزولة إقليميا ودوليا ودبلوماسيا، وهذا ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. الآن شاهدنا صعود الدولار أمام الجنيه السوداني، ونحن إذا عكسنا الوضع المعيشي الآن في السودان، الخبز الآن يساوي 1000 جنيه، خمسة قطعة خبز، وهذا هذا يشير لتفاقم الوضع الإنساني في السودان، لا سيما المعيشي الذي يحدد معيشة المجتمع السوداني. لذلك نحن نتوقع المزيد من الأمم المتحدة، ونتوقع طرفي الصراع أن يوافقا على سلام أو حدنة إنسانية تستطيع المنظمات الأممية إدخال الإغاثة وإصالح السودان وتمهيدا لمفاوضات سلام شامل ينهي الأزمة السودانية في القريب العاجل بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من أديس أبابا عادل عبد الباقي علي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، شكرا جزيلا لك.